سلام البنات، كيف الحال؟ ان شاء الله بخير. صحه فطوركم. المهم البنات، اليوم راني خارجه البنات، نهار بزاف 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 شباب. في الحقيقه ما كنتش باين ندير لكم كاع هذا الفيديو، كنت دايره يعني كما تعرفوا غدوه الثلاثاء كنت دايره غدوه العيد، باسكو انا دائما كنشوف الكالندري تاعي تاع التليفون، العيد يعطيه لي نيشان والرمضان ثاني يعطيه لي نيشان. ثاني هذا قلت بلي زعما غدوه الثلاثاء غدوه العيد، مش قاش ندير فيديو قبل العيد، معليش خلي حتى العيد ندير لهم فيديو. مي كي نوت اليوم لقيت بلي السعوديه عنت بلي الاربعاء، حنا دائما نتبعوا السعوديه، الاربعاء عيد الفطر، وحنا كيما هنا في امريكا ثاني يتبعوا السعوديه. كان قليل اللي ما يتبعوها زعما يشوفوهم ارواحهم. مي راه مؤكد، وانا ما نكذبش عليكم، انا ملي جيت امريكا عمري في حياتي يعني ملي جيت من العام اللي جيت فيه جامي الا كان عيدنا، حنا هنا عيدنا والجزائر صايمين ولا العكس. قال لي راجل، قال لي واحد العام انا من كان هنايا، قال لي صراط، قال لي حنا كنا فاطرين نظن وفي الجزائر صايمين، حنا فاطرين وفي الجزائر صايمين، واه مش عارف العكس. مي انا ما نكذبش عليكم، انا نبغي كي تكون الجزائر فاطره نكونوا فاطرين باش نعيدوا في رهبه. نحس باللي راني ثما في البلاد، سيتو كي نحكي مع اهلي ونرسل لهم لي فوطو تاع العيد ويرسلوا لي، يعني عندها نغمه. وحنا كما تعرفوا حنا في الغربه هنا ما كاش هذيك كيما نقولوا كي يقولوا لها المتعه تاع العيد بزاف. حنا سافرين نديروا هنايا، نديروا كيما انا نحكي على روحي ما نحكيش عليهم كاع. انا مثلا وحده من الناس ندير هذوك الاجواء تاع العيد، نبغي ندير الاجواء تاع العيد، الفرحه تاع العيد. مثلا نبغي نحط كيما كنت في البلاد، ندير ديك الغنيه تاع العيد تاع الصباح، يعني نبغي ندير هذوك الاجواء باش ما نحش بزاف في الغربه. من عيون نديرو ماشي كيما البلاد، باسكو البلاد فيها العائله. هذا شوفوا، هذا الحاجه الثمينه اللي عندنا في البلاد هي العائله، هي عندك وين تروحي. زعما كاع نقولوا نهار تاع نو جا فيه النو، ما تحيريش، غادي تروحي عند العائله تاعك، غادي تفوتوا تجمعوا تتقهوا مع بعض تحكوا، ماشي كيما هنا تجي النو ما عندك وين تروحي، تقعدي في الدار كانهم كان لا عيد لا والو. انا ملي جيت لامريكا جامي جات النو نهار العيد، مي راني نشوف بلام دايرين في الوادر الاربعاء غادي طيح شويه نو، ان شاء الله ما طيحش بزاف باش نجمو نخرجوا. باسكو حنا ما خرجناش، حوسنا ودورنا في منهاتن، ما سماطه تسمى النهار الاول تقعدي في الدار، سيتو كيما دوكا عندي بنتي هاك نبغي نلبسها نبغيها تخرج. ايوا ان شاء الله، باسكو غدوه الثلاثاء غدوه نهار شباب، مي الاربعاء راهم دايرين فيه شويه نو، وثاني طومبيراتور مهوده 56، مي غدوه طومبيراتور راهي شحال 73 نظن، غدوه حار بزاف شباب. ايا المهم، انا شاني ندير اليوم؟ قلت نتفكرت يا مس، فكرت بلي ما شريتش الصوالح تاع القهوه ديك خطاش، كنت ديتكم مارشوز، وريت لكم هذاك البريق تاع الحليب، وريت لكم هذاك تاع السكر، يعني عجبوني مي ما بغيتش نشريهم، قلت خلي حتى رمضان نسيتهم. قلت اليوم ان شاء الله نولي مارشوز، ان شاء الله نلقاك السيرفيس شباب، هكا تاع بريق تاع الحليب هذاك، فناجي شابين شريزو شابين تاع نهار العيد. هيا نشوفو منها نحوسو، نهار راه بزاف شباب البنات، راه رائع، راه دافي دافي ربيع، جاكم تشوفو الشميسة وكاع، يعني تا خرجة. المهم تكرحو لهيها عند الكليزية ونقارعو البي سي جي، إن شاء الله ما يطورش علينا باش نقضو صوالحنا ونولو للدار إن شاء الله. المهم خليكم معايا البنات، ما تنسوش اللايك وبارطاج، ويلا نقارعو البيس طول، هات واحد اللوطاي جا نوريها لكم، ها تفوت. طول البيس علينا، كانوا قبيلة داير 15 دقيقة، ها هي اللوطو البنات، كانوا دايرين قبيلة 15 دقيقة. شوفوا العجب هنايا تاع الواطات عاود الصوالح، المهم حتى الأشكال تاع الناس، شوفوا العجب. هيا المهم البنات، غنقارعو طول عليا البيس. من البنات راني وصلت، غادي نروح كيف سيتي هو الاول،
خصني نشوف تريكو لبنتك. شريت لها تريكو تلبسها تحت هذاك اللباس، المهم نشوف لقيت صحة ما بقيتش لبس لها واحد حتى واحد وصافي. يا خليكم معايا ومن بعد نزيدو نكملو مارشوز ان شاء الله. تماني جا على جال هادوك ماعين، ما عنديش حاجه كبيره يعني مانيش غادي نطول. لقيت عندهم هاي قش الربيع وقش الصيف، بصح جايبين قش شباب تاع ربيع وصيف، ولي بري راكم شفتوا بعينيكم وريت لكم غير لقطة. شوفوا معظم القش لقيتها 2 دولارات 5 دولار، باطل باطل، قش باطل عندهم. يعني اللي تبغي تلبس لولادها اللي تجي في الديبي، هذوك اللي يقول لك نجيبوا لولادنا القش من بلاد باسكو ما تجوش تصرفوا. شوفي لا عندك من جهتك كي سيتي في الولاية اللي فيها غير روحي، ما تجيش تصرفي حاجة كبيرة والله، تكسيهم تشيلهم قش شباب وتكسيهم، خاصة القش اليومي وتاع الدار. أيوا المهم روحوا مارشوز، مبغيتش نضيع في وقتي ثم باطل، هذاك ما ندير، نحاول إن شاء الله ماذا بيا نقضي صالحة ونولي بكري للدار. اليوم ما شوز الشكيل فيه تاع القش، سروال ماهوش حتى حاجة، شي حاجة زعما 30 دولار، وقش سلعة كي والو. المهم غادي نروح بيكلوت نشوف دوك ماعين، لا لقيت صحة ما لقيتش، نروح لهذاك ثاني تاع الشناوة، دوك نديكم لي داك المحل تاع الشناوة، هاني هادوك يجيبو ماعين تاعهم، هاني نشوفو ديجا من زمان ما رحتلهش.
البنات ما بغيتش نصور لكم بزاف لداخل عند شناوه باش الفيديو ما يجيش طويل بزاف. عندهم واحد الفاكهه يا البنات غريبه عجيبه، عندهم هما يجيبوا الفاكهه تاعهم تاع كوريا بصح باين بلي شابه. زعما انا ديت عليهم غير واحد البعويده عجبتني، تبان كي حبت التفاح وهي بعويده شابه. وديت عليهم هذاك البريق تاع الحليب، وديت عليهم السالمون باسكو عندهم ديك البلاصه تكون يبيعوا الحوت انواع واشكال. ديت عليهم سالمون ما نعرف نديرها اليوم ولا نخليها لغدوه. بالنسبه للفناجيل راني باينت لي على هذوك الفناجيل اللي شفتهم في مارشوس، اي باينت لي نروح نديهم وصاي يديروا 7 دولار الواحد، عجبوني شابين. دوك نشوف لا ندي دوك ولا واحد اخرين، عندها منشيلها الجاج تاعها وهي ونروح لطابخ. ما عنديش بزاف قضيه صعيب قش ما كاش حاجه شابه كاع. نادينا الهاتسون مول، المهم دروك شفت لجنه اهله تاع البلاد قالك لا ربع العيد مليح غادي نعيدو كاع في رحبه، شي واحد يعيد قبل واحد. المهم غادي ندخل دولار هنايا بنشوف. عباكم ما لقيتش كاع هذيك الباول هذيك تاع السكر، حنا نقول ديك السكريه ما لقيتهاش كاع. غندخل هنايا نشوف بالك بالك على ربي خطات شي يجيبو في دولار. هي البنات هاكتكم دولار تلقاو فيه الصوالح اللي ما تلقاوهمش برا تلقاوهم هنا. هاي شوف هذه نحلها ونشوفها جابه عجبتني، نبدل هذيك لاي عندي انا نحوس نبدل كلش نهار العيد ان شاء الله. المهم البنات بنتي فترة تخفيف قلت ها خفي البوس راه جاي، باقي له واحد 4 دقايق هكا بالك ويجي ان شاء الله. بغيت شراطيه ما نقدرش ندي اوبر نضيع في الدراهم. هيا انا نقارعو عاد كوبون بي على بالكم كانت حريقه لداخل جا الريحه داخل في المول الريحه. هي جا واحد زوج ولا ثلاثه كيما هكا، المهم نضر يقلوها ولا ميري يقلو فيها حنا خرجنا. المهم نروحو للدار ان شاء الله يا ربي. شوفو كي نروحو للدار ان شاء الله غنوري لكم هذاك الفنجان عن قرب في الدار ونوري لكم البريق اللي شريته. هادي هي المهم البنات ها هما ماي اللي شريتهم. هذا كنت ندير فيه حليب شتا هذاك المحل تاع شناوة عجبني، وهادو اللي وريتهم لكم خيرت هادو شابين. هادو ديجا كنت شفتهم انايا من قبل وعجبوني، واليوم حطيتهم في الجروب هما وحدين قلت لهم خيروا لي خيروا هادو كاع قالوا لي هادو شي دغيا زوج يعني هكا واحد يحط حطه شابه نهار العيد حط ليه ماشي للناس. حط كالي يشرو لي سيرفيس ويشرو غير على الضيف، الانسان دائما هو الضيف هو الضيف في الدنيا طلش روح. وشريت هذه تاع السكر زعما هذه ماهيش حاجه كبيره، انا مباري نشري ماشوز عندي وحده هذه كنت شريتها ماشوز. ها هي هاهي البنات كنت شريتها ماشوز، وكنت شارية واحد قطعة ثاني صغيرة ورميتها خاطش طولت عندي. وشريت هذا هذا تاع لي ميزير والرافلة اللي كان عندي تحرس كي تحرس لي جبت هذا. أنا دايما البنات كي نشري اللي يكونوا عندي نمدهم، يعني مثلا نحطهم لتحتها في بيلدينغ ولا نمدوهم، مهم ميقعدوش عندي، يعني نشري جديد ونحط القديم. هادو مثلا هذا راه جديد مازال ما شربناش فيه هاو، وهذا ثاني راه جديد هاو. اي صاي كثروا عليا ماعين كي كثروا ماعين ماشي ملاح خرده ماشي زينه. هذا ثاني ها هو، وهذا اللي كان عندي كنت كل عام نحطها لكم كل عام كل ما يجي العيد نحطه كنت نحطه بزاف. هذا ثاني المهم هادو صاي ما عندي ما ندير بهم، وهذا ثاني عندي ما ندير به، وكاين واحد ماعينه مع على جهه، وهادو غادي نحطهم في بلايص شحال كيبقى لي لسباس. المهم البنات ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، متنساوش تخلو لي لايك وخلو لي كومنتار تاعكم، بارطاجو الفيديو، ونقولكم مع السلامة حبيباتي.